السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيات لقوم يتقون. لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وتحيتهم فيها سلام. وتحيتهم 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 فيها سلام. فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وآخر دعواهم
رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم للناس الشر استعجالهم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم لقضي إليهم أجلهم لقضي إليهم أجلهم عليهم نيها إليهم پھر سے لقضي لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا جنبه ہی پہ مد ہے قاعدن پہ نہیں قا نہیں پڑھیں گے قاعدن بس پھر سے پڑھیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ وكأن لم يدعنا إلى ضر مسه فلما كشفنا عنه ضره وكأن لم يدعنا إلى ضر مسه ضره فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه عنه عنه ضره نيها عنه ضره فش فلما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم
وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وما كانوا ليؤمنوا وما كانوا ليؤمنوا كانوا نو نہیں ہے ٹھیک ہے كانوا نو اور نو فرق ہے پھر سے پڑھیں وما وما كانوا ليؤمنوا ليو ليعني ہے ليو حمزہ ہے پھر سے وما كذلك نجزي القوم المجرمين كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم ثم نہیں ہے ثم ہے ٹھیک ہے پھر سے پڑھیں ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.